بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، شوطا تلو شوط، والمليون راعي المليون وصاحب المليون صاحب التوقيت الأفضل محمد بن يمعة بالدبيلة، دقيقتين عشر ثواني، تهانينا والناموس حقيقة على هذا الإنجاز الجميل. والناموس ما شاء الله دائما يأتي مع هذه الأسامي الجميلة والمميزة. وشوطنا الخامس خصص للإبكار، يا سلام. المركز الأول وعد سعود محمد مع ضد من هويد، نقلتنا على زاخر محمد شطيط مع عبيد الكتبي، بينما اللي في المركز الثالث هنا زاهية لمهير بن عتيج بن رشيد، يلا يا مهير. بينما اللي في المركز الرابع هناك من تأتي متعبة، يمعب محمد بن حمد الجعفري، نقلتنا على المركز الخامس. اللي في المركز الخامس هناك أيضا من تعرف عليها اللي هي غازية في خامس المراكز، علي بن سيم صبح بنطوق. هكذا مستمعينا الأعزاء كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالفوت تمام. هكذا كان الوصف الجميل والمفصل للمراكز الخمس، ذعناها عليكم كاملة مكملة، والكمان لله. أعود إلى الزاخر، أعود إلى هنا متعبة، ثنتين هن في موقع والأشعار بن هويد عفوا مع وعد. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة بالوفا والتمام، بالوفا والتمام. زاخر يا زاخر، زاخر يا زاخر، هل الصجع ولا هل بديع؟ أيوه يطالبونك بالسلام. نقلتنا على وعد ثانية، سعود محمد بن معضد بن هويدن وصل هناك، شعار من شعار بالحلوة على الثالث المراكز، ما شاء الله متعبة متعبة متعبة، ولا عفوا شعار الجعفري يمعه محمد حمد الجعفري في اللحظات الأخيرة يا زاخر. الله يا بن شطيط، الله يا بن شطيط، الله يا بن شطيط، يعل دارك حيا يا أبو مهيد المضمر لهذا الشعار والداعم حقيقة لهذا الشعار، ما شاء الله. تهانينا محمد بن شطيط بن عبيد بن سيف الكتبي بنسبة فوزه بالمركز الأول والإنجاز، ودائما هناك مع هذا الشعار الهلالي. المركز الثاني شعار مهير مع تيجي برشيد، المركز الثالث شعار سعود ولا من يمع بن محمد الجعفري، رابع المراكز سعود محمد معضد بن هويدن، والمركز الخامس شعار بنطوق هنا علي بن سيم صبح بن يمع بنطوق مع غازي. ها هي النتيجة، دقيقتين 15 ثانية، تهانينا لك يا ابو حارب حميد على هذا الانجاز وعلى هذا الناموس.